أكتر ناس محظوظة في العالم بيتحبسوا في أوضة كلها ألغاز صعبة، تفتكر الحظ بس ممكن يخرجهم؟ ده اللي هنشوفه في فيلم النهاردة واللي اسمه سكيب روم أو غرفة الهروب، واللي بيكون من 2019. قصتنا بتبدأ مع أوضة على الطراز القديم منظمة وكلها أنتيكات، ومرة واحدة بيقع شاب من السقف وبيجري للحيطة اللي عليها لغز رقم 10، وبيكون مطلوب منه يدخل كود من 4 خانات عشان يحله، وبيبان عليه انه خايف جدا وبيتوتر اكتر لما حيطة بتتحرك وتقرب منه، وبيفضل يحاول يحل اللغز وبيلاقي الارقام فعلا على اللوح اللي في الأوضة، بس لما بيدخلهم بيطلع الكود غلط وبيخاف اكتر وما بيركزش، وبيصرخ بصوت عالي ان مفيش طريقة للخروج لما الحيطة بتزنق على رجله وتكسرها. وقبل 3 ايام بنلاقي زوي في المدرسة بتاعتها، ولما الاستاذ بيسأل سؤال صعب بتكتب الإجابة في الكشكول بس ما بترفعش إيديها، وبعد الحصة بيكلمها الأستاذ إنه عجبه البحث بتاعها جدا، وبيقول لها تستغل الأجازة إنها تعمل حاجة بتخاف منها عشان تتشجع شوية. بعدها بنروح لجيسون اللي بيكون على التليفون بيخلص صفقة، ومساعده بيقوله إن في مكالمة على الخط التاني، وبيفتكر إن عميل بعت له هدية، وبيكون بن بيسعر البضاعة اللي جوه في المخزن بتاع السوبر ماركت اللي شغال فيه، ولما بيطلب ترقية من مديره بيقوله انه محتاج يبطل شرب الاول عشان حياته تتعدل. وبنرجع لجيسون اللي جاله هدية صندوق اسود بيبقى باين انها صعب تتفتح، وبنروح لزوي اللي لما بتصحى بتقولها صاحبتها في السكن ان جالها من المدرس بتاعها صندوق، وبنعرف ان هو نفس الصندوق اللي راح لجيسون، وكمان بيوصل واحد زيه الشغل عند بن اللي بيلاقيه اول ما يوصل الشيفت بتاعه، وبيحاول يكسره ويخبط فيه عشان يفتح، بس في الاخر بيفتح لوحده. بعدها بنلاقي ان زوي فتحته بسرعة وبدون مجهود، على عكس جيسون اللي بيحتاج فيديوهات على اليوتيوب تساعده يفتحه. وبتظهر قدامهم كلهم ورقة عن غرفة هروب، اول واحد يقدر يهرب منها هيكسب 10,000 دولار. وتاني يوم بنلاقي ان بن واقف قدام مبنى، وبتيجي بنت اسمها اماندا تتكلم معاه، بعدين بتدخل المبنى وتسيب الموبايل والبطاقة مع موظف الاستقبال اللي بيقولها وهي مستنية الاسانسير شكرا على خدمتك في الجيش، وبيلحقها داني على اخر لحظة يركب معاها الاسانسير، واللي بيوريها موبايل تاني هو مخبيه معاه وبيضحكوا. وبتدخل اماندا اوضة الانتظار الاول، وبيكون هناك مايك وجيسون وزوي، وبتخبط على شباك الاستقبال اللي بيكون مقفول، بس الباقي بيقولها ان محدش بيرد. وبيدخل داني وبينه وبيتعرف الستة كلهم على بعض، وبتقرأ اماندا خبر في الجرايد عن حريقة وبيبان عليها القلق. بعدها بيقول لهم داني انه راح 93 غرفة هروب قبل كده، وكل واحد بيقول ايه الدافع اللي جابه، سواء المتعة في التجربة او الفلوس. وبتسأل زوي داني الحاجات دي بتبدأ ازاي، وبيفهمها ان المفروض حد بيجي يوديهم الأوضة. وبيزهق بينه وبيقوم يشرب سيجارة، بس مقبض الباب بيتخلع في ايده، وبيقول لهم داني بكل انبساط انهم كده في الأوضة اصلا، وبيقول لهم يدوروا على حلول للقفل اللي على الباب. بعدها كله بيبقى بيحاول يلاقي اي حلول لحد ما بيلاقي مايك مفك جوه كتاب، وبتفتكر زوي ان الرقم اللي على الكتاب هو الحل، ولما بتروح تدخله بيطلع الرقم غلط وبينور السقف كله احمر وبيطلع حرارة. وبتحاول زوي بسرعة ترجع القفل زي ما كان، بس طبعا ما بينفعش. واماندا بتخبط على الريسبشن عشان تطلب اي مساعدة في الوقت اللي بيلاقي فيه جيسون مركب في كرة زجاجية، وبيبان انه افتكر حاجة، وبيبقى بين اللي متوتر عاوز يكسر الشباك بطفاية الحريق اللي بتطلع لعبة اصلا، فبيرميها من الزهق في الوقت اللي بتنور فيه الأعمدة كمان في الأوضة وبتطلع حرارة. وبيكون كل اللي موجودين قلقانين ما عدا داني، لحد ما بتلاقي زوي المفتاح في طفاية الحريق، ولما بيفتحوا الشباك بيكتشفوا ان اللي جواه مانيكان، وبيبصوا كلهم لجيسون لما التليفون بيرن عشان يرد هو بحكم شغله. وبتطلع رسالة مسجلة بتقول لهم يلتزموا بالقواعد. بعدها بتقفل الشبابيك كلها من جوه والحرارة بتفضل تعلى، وبيبان القلق والخوف على أماندا اللي بنشوف حروق على ظهرها. وبتلاحظ زوي حاجة مكتوبة على الحيطة بتخليهم يعرفوا مكان زراير في الترابيزة، ولما بتضغط على واحد منهم بيفتح باب في الحيطة حتة صغيرة، وبنعرف انهم لازم كلهم يضغطوا عشان يفتح للآخر، وبيعملوا كده فعلا، وبيطلع جيسون يلاقي مخرج بس بيكون محتاج المفك، فبيطلع مايك يديهوله وبينجحوا فعلا، وبتروح لهم أماندا كمان، وبيبقى التلاتة الباقيين ضغطين بإيديهم الاتنين على الزراير، لحد ما بتيجي فكرة لزوي انهم يملوا كوبايات مية ويحطوها عليهم. وبعد ما بتحط كوباية مكانها بتسمع صوت اماندا بتصرخ في النفق، وبيكون بيجيلها ذكريات من الحرب فبيقولولها تروح لها تساعدها. بعدها بيفضل داني وبين يملوا كوبايات بس المية بتخلص، وبيكون ناقص نص كوباية، فبيملاها بين بسرعة من المشروب اللي في جيبه
في الوقت اللي بينزل فيه أنابيب نار من السقف وبيهربوا على آخر لحظة، وبتطلع النار وراهم للمكان اللي دخلوا منه الأوضة الجديدة، وبيكون داني منبهر جدا بالتفاصيل ولسه مش مصدق إنها حقيقية، وبيطلب من أماندا اللي بتكون خايفة إنها ما تتصلش بالشرطة، ورغم كده بيديها الموبايل اللي بيطلع ما فيهوش شبكة. في الوقت ده بيكون جيسون فتح قفل من الاتنين اللي على الباب، بس ما بيعرفش يفتح التاني اللي بيبقى محتاج كلمة من 7 حروف، وبيلاحظ بين جماجم الحيوانات على الحيطة وبيسرح في ذكرى اللي بيكون فيها سايق وهو سكران وبيغني مع أصحابه، وبيقول لجيسون يجرب كلمة رودولف واللي بتنفع، وبيطلعوا من الأوضة يلاقوا كأنهم بره في مكان متجمد، وبيخبط داني بدماغه في الشاشات اللي محاوطة المكان وهو بيلف، وبيقع على التلج واللي بيطلع صوت كأنه هيتكسر، بس داني لسه مصدق إنها لعبة، وبيطلع عليهم هوا بارد من فتحات التهوية وبيدوروا على أي حلول، من أول جيسون اللي بيلاقي باب ومايك اللي بيلاقي صنارة، لزوي اللي بتلاقي عبارة بتقول الشمال عبارة عن كدبة، وبيدوس بين اللي مشغول بالسجاير في حتة ضعيفة من التلج وبتتكسر، وبيفكروا إن أكيد في حل في المية. في الوقت اللي بيرجع فيه مايك بالصنارة وبيلاقوا جاكيت أحمر، فبتدي أماندا لزوي تلبسه وبيتفقوا يبدلوا عليه، ولما بتحط زوي إيدها في الجاكيت بتلاقي بوصلة وبتمشي وراها للشمال، بس بعدها بلحظات بتفتكر الجملة اللي قارتها وبتروح الاتجاه التاني، وبترجع بالمغناطيس اللي لقيته تربطه في الصنارة مع مايك، واللي فعلا بيمسك في حاجة بس بتكون تقيلة عليه وكلهم بيساعدوه، وبتطلع صندوق متجمد جواه مفاتيح وما بيبقوش عارفين يكسروه ازاي. بعدها بيكون بين راح يدخن بعيد وبيرملهم الولاعة على التلج لما بيطلبها جيسون، وفجأة بيقع داني في التلج وهو بيجيبها، وكلهم بيحاولوا بسرعة يطلعوه ويكسروا التلج بس طبعا ما بيقدروش، وبيكونوا مصدومين وبيبصوا كلهم لبن وبيتهمون انه السبب وهو صاحب اللعبة، وهو بيتعصب عليهم ويشتمهم لحد ما بيوقفوا جيسون ويفكرهم ان المهم هو النجاة، وبيقترح كمان انهم يقللوا حرارة الصندوق بجسمهم، وبيفتكر ذكرى ليه مع صاحبه وهو لابس نفس الجاكيت الاحمر على مركب، وبعد وقت ومعاناة بتنفع فعلا الخطة، وبيخرجوا من المكان على اخر لحظة والتلج كله بيتكسر، وبتبقى الأوضة اللي بعدها عبارة عن بار، بس بتكون الأوضة مقلوبة وبتفضل تتحرك لحد ما بيرن التليفون، وبتقف الأوضة وبيروح مايك يشد التليفون، فبيطلع صوت مزعج عالي وبتشتغل موسيقى، وبيكون جيسون لقى الباب اللي مطلوب يفتحوه بس بيكون من غير مقبض، وبيلاحظ مايك ان الكرة السوداء ناقصة من ترابيزة البلياردو وبيتحرك يدور عليها، وبيطلع الصوت تاني، وعلى اخر لحظة بيلحقوا بين قبل ما يدوس على حتة ارض بتقع، وبتلاقي اماندا كود مطلوب من 4 ارقام لما بتطلع البار، في الوقت اللي بتلاقي فيه زوي لغزة على الحيطة، وبيساعدها مايك ويرفعها عشان توصله، في الوقت اللي بيقع فيه جزء تاني من الارض، والمرة دي بيقع جيسون معاه وبيلحق نفسه بالعافية، وبتكون زوي حلت اللغز، وبيكون بين نط على الناحية بتاع زوي ومايك، بس لما اماندا بتدخل 4 ارقام اللي لقوهم بيطلع الكود غلط، وبتفضل الارض تقع منها حتت واللغز اللي متعلقين فيه ما بيستحملش، فبتقع زوي وبتتخبط دماغها، وبتفتكر حادثة طيارة كانت فيها لحد ما بيلحقها جيسون، ولما بيفوقها بتقول لأماندا تجرب الكود معكوس وبينفع، وبتلاقي أماندا المقبض بتاع الباب بس بتقع حتة كمان من الأرض، وبتحاول أماندا تتسلق من عندها لحد ناحيتهم بس المقبض بيقع منها، فبتنط وراه على آخر حتة أرض وبترميل جيسون، في الوقت اللي بيشتغل فيه الصوت تاني وبتقع على الأرض الأخيرة، ورغم إنها بتحاول تمسك في سلك التليفون ما بيستحملهاش طبعا وبيتقطع، وبتكون زوي متأثرة جدا باللي حصل، بس بين بيشدها للأوضة الجديدة معاهم وبيفضل يطبطب عليها، وما بنشوف الأوضة الجديدة بنلاقي إنها مستشفى، وبيحسوا كلهم إنهم عارفين المكان، وبنعرف إن دي كانت سرايرهم لما كانوا في المستشفى، وبتلاقي زوي إن السراير الفاضية بتاع أماندا وداني، وبنكتشف ان كل واحد منهم كان الناجي الوحيد لحادثة، وبيبدأوا يحكوا القصص بتاعتهم ويربطوا الاحداث بالاوض اللي كانوا فيها. بعدها بتشاركهم زوي ان اللعبة دي شكلها عاوزة تشوف مين اكتر واحد حظ فيهم واللي هيقدر يكون الناجي الوحيد من كل الحوادث دي. في الوقت اللي بيطلع عد تنازلي 5 دقايق قدامهم وبيلاقوا اشعة، وبيحاولوا يوصلوا منها الحاجة لحد ما بيقول بين انها لغة اشارة واللي بتطلع كلمة جهاز رسم قلب. بعدها بتكسر زوي كل الكاميرات عشان اللي بيصوروهم ما يقدروش يشوفوه، وبيفكر جيسون ان واحد فيهم نبض قلبه هيفتح الباب، وبيلاحظ كمان انابيب غاز سام، فبيجرب مع بين الاول، ولما ما بينفعش بيطلب من مايك اللي بيطلع نبضه عالي
وبيقنعه انه يصعقه عشان الباب يفتح، وبيكون مايك خايف ولما بيصعقه بيموت منه، وبيحاول بين يلحقه بس طبعا من غير فايدة. وبيجرب جيسون على نفسه وبيحاول يهدي نبضه لحد ما الباب بيفتح فعلا. وفي الوقت ده بيطلع جيسون وبين من الباب، بس زوي بتفضل تكسر في الكاميرات لحد ما الغاز السام بيخلي زوي تقع على الارض، وبتحاول تزحف ناحية ماسك اكسجين بس هي ما بتقدرش. وفي الأوضة الجديدة بيزعق بين لجيسون وبيتهمه انه مش بس قتل مايك، ده كمان قتل صاحبه على المركب. وبيتعصب عليه جيسون ويزقه ويقوله ان النجاة اختيار، وبيدوروا بعدها على اي حاجة تساعدهم، فبيلاقوا غطا وبيحاولوا يفتحوه سوا. واول ما بينجحوا في كده بيبدأوا يهلوسوا، وبيلاقوا مكتوب تحت الغطا انهم لمسوا سم، وبيلاقي ان في حقنة واحدة بس للعلاج، وبيتخانقوا عليها طبعا. وبعد صراع بينهم بيقدر بين يقتل جيسون ويحقن العلاج في جسمه. بعدها لما بيوصل للأوضة التانية بنلاقي ان ده المشهد اللي كان في بداية الفيلم، وبنرجع لزوي في أوضة المستشفى، وبيبقى فيه اتنين داخلين ينظفوا الدنيا، وبيبقوا فاكرين ان فيه اتنين ماتوا هنا لحد ما بيلاحظوا ماسك الاكسجين مش في مكانه. ومرة واحدة بتهاجمهم زوي وبتاخد مسدس من واحد منهم وبتخرج من الأوضة. وفي نفس الوقت بيكون بين اللي دخل الكود غلط عرف يهرب من مكان النار لما الحيطان قفلت على بعض، وبيلاقي صوت يكلمه في الأوضة الجديدة، واللي بيكون مصمم اللعب وبيقوله انه كان مراهن على جيسون يكسب بس بيباركله على الفوز. وهنا بيعرفه الهدف من اللعبة، وان الناس اللي بتتفرج هم اكتر ناس غنى ونفوذ في العالم، وانهم كانوا عاوزين لعبة تكون حقيقية وفيها ناس بتواجه خطر حقيقي. بعدها بيديله سجارة وبيقوله انه ما كانش فاكر انه هيكسب، وبيحاول يخنقه من وراه بحبل، بس بين بيقاوم وبيجرحه بخشبة كانت دخلت في رجله وهو بيهرب. وبعدها بيظهر على الشاشة ان صاحب اللعبة وزوي لسه في اللعبة، وبتظهر فجأة من وراه وبتضرب عليه نار، ورغم ده ما بيموتش وبيحاول يقاومها وبيوقعها وبيكون هيموتها، بس بين بيلحقها على اخر لحظة وبيقتله. بعدها بنروح تاني يوم لبين في المستشفى، وزوي قاعدة جنب سريره، وبياخدها محقق لمبنى اللعبة اللي بيكون ما فيهوش حاجة خالص من اللعب، وبتلاقي مكتوب على الحيطة حروف عشوائية بتكون جملة مفيش طريقة للخروج. بس المحقق ما بيصدقش اي حاجة من اللي حصلت. وبنروح بعدها بست شهور لزوي وبن وهم بيشربوا قهوة مع بعض، وبتوريله ازاي كل اصحابهم اللي ماتوا ظهروا على انهم حوادث، وبتقوله كمان انها حلت شفرة الصندوق ولقت انها احداثيات مبنى في مانهاتن. بعدها بتعرفه انها اشترت تذكرتين للمكان ده وعاوزاه يروح معاها، ورغم ان الفكرة ما بتكونش عجباه بيوافق في الاخر. بنشوف بعد كده طيارة بمحرك هينفجر، وبنلاقي ان الناس اللي جوه بتحاول تحل الغاز، وبتيجي واحدة تقول ان الطيارة هتقع، وبينجح المضيفين يوصلوا للطيار بس بيطلع ميت، وبتخبط الطيارة في جبل وبتنفجر. وبيظهر على الشاشة اتنين بيتفرجوا، وان دي كانت محاكاة لسقوط طيارة، وبيطلع صوت غريب يقول ان تذاكر بين وزوي اتلغت وعشان كده اللعبة لسه شغالة. وهي دي نهاية قصتنا النهاردة. كان معاكم محمود أبو شادي. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا الجرس عشان تشوفوا أفلامنا الجاية. يومكم جميل.